ارميني عاشق مجنون سميني واحد بالوان. ضايقني جدا اللي هو طلعوا علي اشعه على اساس احنا يعني بيناتنا علاقه انا والفنان الفنانه اصيل امين، وعلى اساس قالوا راح يتزوجون، وبالعكس هي اخت غاليه وصديقه وفنانه رائعه، وهسه هي يعني تزوجت وخطبت وراح تتزوج، والله يوفقها مسيرتها الفنيه، واخت غاليه وفنانه جدا جميله. صارت شغلات عفويه، فبالموضوع العالم تعرفين يعني هم سووا هذه الشغلة، ولا احنا ما بيناتنا اي شيء، بالعكس البنية صديقة واخت غالية، يعني بعد قدامي مستقبل وقدامي هدف وارد شيء اريد احققه صراحة وارد اوصل له. والله ما اعرف لحد هاي مركز في شغلي وعملي، بس حب اذا اجى ما يعرف دولة، فبعدني ما حبيت على المدى اقول شنو الجنسية.